أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما وفرته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إمكانيات وما بذلته من جهود كبيرة من أجل راحة الحجاج من أبناء مملكة البحرين وكافة ضيوف الرحمن من المسلمين وسط إجراءات حفظت صحتهم وأمنهم. ولفت سموه إلى أن النجاح الكبير والمتواصل في تنظيم موسم الحج في كل عام يعكس ما تبذله المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من جهود في تسخير كافة الإمكانيات وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية لخدمة حجاج بيت الله الحرام. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان وكيل محكمة التمييز رئيس بعثة مملكة البحرين للحج وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لهم للدور الكبير الذي يطلعون به في تيسير شؤون حجاج بيت الله الحرام من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل الخدمات التي تمكنهم من أداء شعائر الحج بكل يسر وطمأنينة. وهنأ سموه حجاج بيت الله الحرام من أبناء البحرين بسلامة العودة، داعيا الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم. من جانبهما أعرب سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ووكيل محكمة التمييز رئيس بعثة مملكة البحرين للحج عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبذله منوهين بما يليه سموه من حرص على متابعة شؤون حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وضمان تيسير شؤونهم وتسخير الإمكانيات لأداء شعائر الحج بكل يسر وسهولة.